وللحديث أكثر أيها السيدات والسادة عن تطورات الأوضاع في فلسطين، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من غزة المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد مقداد محمد. مرحبا بك سيد مقداد، هل تسمعني سيد؟ أهلا وسهلا. أهلا بك سيد مقداد. بداية، كيف تبدو الأوضاع في غزة اليوم في ظل حديث عن تحريك الاحتلال الصهيوني عددا من البطاريات باتجاه غلاف غزة؟ صحيح، ما زالت التطورات تتوالى في قطاع غزة، مع أيضا مع على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية. بعد تهديدات المقاومة منذ الليلة الماضية، ارتكب الاحتلال صباح اليوم حماقة جديدة وقام بقصف منزل يقطنه المدنيين آمنين في غرب مدينة غزة. وعلى إثر ذلك خرجت المقاومة الفلسطينية بتصريح بتجديد ضرباتها الصاروخية اتجاه مستوطنات الاحتلال الصهيوني. منذ صبيحة هذا اليوم وحتى حديثنا هذا، ما زالت تطلق المقاومة الفلسطينية العشرات من الصواريخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة. الاحتلال يعني أصبح في مأزق كبير جدا. منذ صباح اليوم تقريبا أعلن مستشفى في مدينة عسقلان تابع للاحتلال، أعلن عن أكثر من 30 إصابة لدى المستوطنين بجراء ضربات الصاروخية من المقاومة الفلسطينية. أيضا الاحتلال ما زال يحاول أن يخرج بصورة القائم، بصورة الممسك بزمام الأمور. ما زال الاحتلال يصدر تعليمات لجيشه بتكثيف ضرباته، بتكثيف القصف تجاه قطاع غزة، القصف الآمنين. وما زالت كما تعلمون أن الاحتلال ارتكب عدة مجازر منذ الأمس وصباح اليوم كذلك، هل تتوقع ردا أكبر من الاحتلال بعد مجزرة الأمس وصباح اليوم التي راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال ونساء؟ وكيف ترى استعداد المقاومة من جهة أخرى؟ صحيح، في هذا الجانب حسب التطورات الحالية حتى هذه اللحظة، الأمور ما زالت تشير إلى أن الأمور في تطور وفي تصعيد متزايد حتى هذه اللحظة. وحسب التطورات الجارية حاليا، يبدو أن الأمور ما زالت في طور مزيد من التصعيد حسب التهديدات، حسب الضربات. أنا أتحدث إليك الآن ورشاقات الصاروخية تخرج من مدينة غزة، وصفارات الأنظار تدوي في مستوطنات الاحتلال في الداخل المحتل. وبالتالي قبل قليل أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي أيضا أعطى تعليمات، حسب إعلام الاحتلال أعطى تعليمات لجيش الاحتلال بالاستمرار في قصف قطاع غزة. وبالتالي الأمور مرجحة إلى مزيد من التصعيد. من ناحية استعداد المقاومة الفلسطينية، يعني للجميع سكان قطاع غزة حتى يعني على صعيد الشعبي، يعلمون جيدا أن المقاومة، ولهم ثقة عالية بالمقاومة الفلسطينية، ويعلمون جيدا أن حتى هذه اللحظة الضربات التي نفذتها المقاومة ما هي إلا بشيء يسير مقارنة. نتكلم تحديدا عن الضربات والعمليات التي قامت بها المقاومة، تحديدا عملية سميت بسيف القدس. إلى أي مدى ترى أن عملية سيف القدس التي أطلقتها المقاومة خففت إلى حد كبير عن القدس بأهله ومقدساته سيد مقداد؟ صحيح، من ناحية التسمية الأمر طبعا مرتبط بمدينة القدس وما تعرضت له القدس، بحكم أن هذه الجولة أصلا بدأت يعني حماية ومساندة لسكان القدس المحتلة بعد غطرسة الاحتلال أمس في الأقصى وخلال الأيام الماضية. لكن يعني من هذا المنطلق ومن قدرات المقاومة بالفعل أجبرت الاحتلال على العديد من الخطوات. لو لاحظنا أن تهديدات قيادة المقاومة خلال الأيام الماضية بالفعل أجبرت الاحتلال على مثلا يعني تأجيل جلسة محاكمة فيما يتعلق بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأيضا أجبرت الاحتلال على بالأمس على منع يعني أو رفض اقتحام المستوطنين الذي كان بالأمس صبيحة أمس يفترض أن يكون اقتحام لباحات المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الصهاينة بالعشرات، بخلاف ما حدث من شرطة الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بالأمس. لكن هناك خطوات كبيرة تراجع عنها الاحتلال
بفضل وبفعل يعني ضربات المقاومة وتهديدات المقاومة التي سبقت ذلك، وبالتالي يبدو أن المقاومة حققت جزء من هذه الأهداف أو من أو يعني جزء يعني يضاهي في حماية سكان شرق القدس. وهناك مساندة كذلك، مساندة من الأهالي للمقاومة ضد الاحتلال، حيث ترى كيف ترى دخول أهالي الليد على خط الإرباك وأثره على المواجهات بين المقاومة والاحتلال؟ بالطبع هذا يعني هذه مرحلة جديدة دخلتها يعني حالة الغضب الشعبي والهبة الشعبية في الداخل. بالطبع هذا كان بفضل يعني الحس الوطني لدى السكان الفلسطينيين سواء في الداخل المحتل أو أيضا في القدس المحتلة. شهدنا في خلال الأيام الماضية يعني هبة شعبية شملت كافة قطاعات الجمهور الفلسطيني سواء في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في مدينة القدس المحتلة، وأيضا في الداخل المحتل في مدينة يافا على وفي مدينة اللد على وقع ما حدث خلال الليلة الماضية. لذلك الاحتلال ما زال يعزز بقدر بكتائب جديدة، يعزز بقوات إضافية جديدة حتى يتمكن من السيطرة على الوقع هذه الهبة الكبيرة، وقع هذا يعني ما يسمى بانتفاضة. نتنياهو حسب يعني ما تحدثوا قبل منذ صبيحة هذا اليوم يعني وجهت كيل من الاتهامات لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بأنه منذ بداية هذه الأزمة. المتخصص في الشأن الإسرائيلي السيد مقداد محمد، كنت معنا، شكرا لانضمامك إلينا.